بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي إزاء القرآن، هم دائمون على الشك في أنهم من الرحمن. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة، يعني ما يكفوا عن هذه شكوك في أمر القرآن. الوقت اللي يجي ساعته انت من الدنيا بيبقى مش هو في باله بتاعه، وادوا امانتهم الفلسفيه، وكما تكون انت غلطوا البشري اللي تؤمن بهم، تبعون في الريبيه وخيبه من سعى هذا السعي، سعي الريبي اللي لا يجر لاصحابه الا النهايات الكارثيه وعذابات القبر وما أشنع من عذابات ومن صدمات فوق كهربائية فوق مغناطيسية، يوم البعث الخروج من القبور والمرور على الصراط وأخذ الكتاب من شمالهم من وراء ظهورهم النتنة القبيحة والمجر. نسأل الله أن يبعد عن كل شر سواء كان في الدنيا أو أثناء الرحلة البرزخية أو الآخرة. آمين. وحمنا يا كريم حماية لا نهاية لها، يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم.